الكثير من الترويع ليس هذا فقط ما تحمله طائرات النظام وروسيا لحلب، فهي لا تنسى في طريقها أن تقتل العشرات. هذه المرة أكثر من 85 قتيلة وأكثر من 15 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض إثر قصف عنيف على حي الشعار وحي السكري، كما نثرت الطائرات القنابلة في أحياء الصاخور والصالحين والفردوس والأنصاري ومساكن هنان. الفصائل المعارضة ترد بأكثر من 40 صاروخ جراد أصابت مواقع تقول إنها استراتيجية للنظام، هي معاقل قوات الأسد في مشروع 1070 شقة ومعامل الدفاع والبحوث العلمية جنوب شرق حلب. يبدو الوضع سيئا في حلب، بل يزداد سوءا يوما بعد الآخر، هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية. من المؤسف أن تتعرض المرافق الصحية في سوريا للقصف. منظمة الصحة العالمية تدين بشدة هذه الموجة الأخيرة من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، فخلال 48 ساعة الماضية كان هناك 6 هجمات على المستشفيات والمراكز الصحية في ريف حلب الغربي وشرق حلب وكذلك في إدلب. يضيف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتخ أن استئناف الغارات ضد المرافق الطبية والمدنيين من قبل نظام الأسد وحلفائه أمر لا يطاق، ولكن ما لا يطيقه المجتمع الدولي يبدو أقل مما ينتظر حلب. تتحدث الأنباء الواردة من موسكو وقبلها من وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تتحدث عن قرب ما تسميه معركة حلب، وتقصد هنا هجوما بريا واسع النطاق من قبل النظام بدعم جوي من الروس لن ينتهي إلا بحسم عسكري يود النظام أن يكون لصالحه. وهذا ما تراه المعارضة تضخيما وترويجا تؤكد أنها قادرة على صدهم وحماية سكان شرق حلب. صار بن عشوبة، العربية.